أثناء محاولتها الهبوط بمطار العاصمة الليبية طرابلس اليوم. وقد أسفر الحادث عن مقتل نحو 103 من ركاب الطائرة التي كانت متجهة من جوهانسبرغ إلى لندن عبر طرابلس. وأفاد التقارير بأن طفلا هولنديا في 8 من العمر نجا وتم نقله إلى مستشفى قريب من العاصمة طرابلس. وقد استبعد وزير النقل الليبي أن يكون حادث الطائرة الإيرباص 330 ناجما عن عمل إرهابي. طفل هولندي في 8 شاءت الأقدار أن يكون الناجي الوحيد من الرحلة 8 U771 التي كانت قادمة من جوهانسبرغ باتجاه لندن عبر طرابلس. الطائرة الليبية إيرباص 330 تحطمت بالكامل على بعد نحو متر واحد من مدرج مطار طرابلس، وعلى متنها أكثر من 90 راكبا فضلا عن طاقمها المكون من 11 شخصا. مسؤولون في مطار طرابلس أعلنوا أن الطائرة كانت تقل 22 ليبيا إضافة إلى ركاب من جنسيات مختلفة، يرجح أن من بينهم مواطنين بريطانيين ومن جنوب إفريقيا. الطائرة المنكوبة كان مقررا لها أن تقلع مرة أخرى إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بعد توقف قصير في طرابلس. الحادث هو الأول الذي تتعرض له إحدى طائرات شركة الخطوط الإفريقية منذ تأسيسها، وقد تعهدت إيرباص بتقديم المساعدة الفنية المطلوبة لجهات التحقيق. رياض عاشور، العرب.